من هو سيدك؟ الله أم المال؟ وعندما أقول المال طبعاً أقصد كل شيء يعتبر أولوية مقابل الرب أو أمام الرب. فإيه الأولوية في حياتك؟ وهل الأمور بتسوى إنك تضيع حياتك وتضيع أبديتك وإنك تستعبد للأشياء للمخلوقات بدل ما إنك تكون ابن للخالق وتكون عايش بالحرية الكاملة؟ طبعاً الله بحبنا وأعطى كل عطايا جيدة وصالحة، وإنه الله ببارك الإنسان، لكن هاي البركة حتى تستثمر في حياة الإنسان مش تتسلط عليه ولا تسيطر عليه. أنا بصلي من كل قلبي إنه الأولوية الأولى تكون في حياتك ملكوت الرب. الأولوية الأولى في حياتك أن تحب الرب من كل قلبك، مش بقلب مجزأ. إنه الأولوية الأولى في حياتك إنه يسوع يكون نصب عينيك. ما تخافش، هو بباركك وبسدد احتياجاتك وبيهتم فيك وبيهتم كمان في عيلتك. بصلي إنه الرب يباركك. من جبل التطويبات بحييكم وإلى اللقاء.